مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب. مفاجآت نور ستارز القوية ما بتنتهي، وخاصة آخر فترة واللي صارت كثيرة وكبيرة. فحضرت نور ستارز لإطلاق مفاجآتها قبل يومين، واللي أعلنت عنها عبر انستغرام مشاركة هالستوريهات واللي نشرت من خلالها هالصور اللي شاركتها قبل فترة، وعلقت بي تتذكروا هذا اليوم بكرة تعرفوا التفاصيل. لا تعلن نور ستارز عن تعاونها الجديد مع ماركة المكياج شيغلام وإطلاقها لمنتج خاص بها، فألف مبروك لنور ستارز. أما قمر الطائي وياسو تيفي فعم يقضوا كتير من الأوقات مع بعض بتركيا، كونهن صديقات كتير مقربات لبعض، فشاركوا عدة ستوريهات وصور وفيديوهات مع بعض. فشو رأيكم بصداقتهم؟ فقمر الطائي استرجعت حسابها على انستغرام رسميا امبارحة، وشاركت فرحتها برجعته بعد غياب دام عدة أسابيع بستوريهات وصور على الصفحة، فعودة موفقة لقمر الطائي. أما لايف السارة فصارت حديث الناس من بعد ما صارت تشارك بثوث تيك توك وصعودها مع الممثل التركي عزت بطل مسلسل اسمعني على المنصة، واحترافيتها في الحديث باللغة التركية وبطلاقة. والبعض الآخر هاجمها بسبب صعودها مع الممثل واتهامها بتقليد قمر الطائي فقط لزرع الفتنة وتشتيت العلاقات بين اليوتيوبرز كالعادة. وبالتأكيد صعودهم مع بعض كان بالصدفة كونهم بنفس البرنامج مثل صعوده مع أي مشهور آخر. علاقة عائلة البيوتي مع محمود بيطار القوية معروفة من زمان، وبنفس الوقت ما شفناهم اجتمعوا ببعض من قبل فترة كتير طويلة ليشاركوا ستوريهات مفاجئة مع بعض من بيت نارين بيوتي بدبي، واللي احتفلوا أنذاك بعيد ميلاد بيطار بحضور بيسان إسماعيل، وعم يقضوا كتير من الأوقات حاليا مع بعض بدبي. أما بخصوص خلاف ونهاية علاقة أنس الشايب وبيسان إسماعيل فصارت تحت أنظار الجمهور حاليا من بعد ما قاموا بإلغاء المتابعة بعض على انستغرام قبل فترة. فشاركت بيسان أغنية بصوتها على انستغرام ليعلق الجمهور أنها موجهة بطريقة غير مباشرة لأنس، ليرد أنس وحسب ما شاف الجمهور بفيديو أيضا على انستغرام بأغنية بصوت الفنان الأخرس، حيث شافها الكثير أنها رد على أغنية بيسان بسبب الخلاف اللي بينهم حاليا. فشو رأيكم أنتو؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. وكان مفروض ما حبك شي، ولو حبيت ما بينشي. مين فينا اللي خان؟ مين فينا غلطان؟ مين فينا اللي باع من القاسي والاناني واللي ناسي ومين صار بعدك مش تعبان ولسه حتزعل لا تكسب وتطلع خسران يا عمك يا جدع.